واقفين على وشهم. يلا على بركة الله نبدأ بقى حلقتنا النهاردة ونروح عند أطهر بقاع الأرض ونشوف محمد بن سلمان عمل فيها إيه. بلاد الحرمين الشريفين بعد ما كانت قبلة الحجاج والمعتمرين من يطلبون العفو والمغفرة من الله، يجي بقى محمد بن سلمان ويحول المملكة إلى الانفتاح على ثقافة الغرب المنحلة من أوسع الأبواب. امبارح السعودية استضافت المصارعين العالميين ومعاهم العاهرات العالميات، وقدموا عرض من المصارعة تخللوا فاصل من العري والإباحية. الحقيقة يا جماعة عشان بس ما تفكرونيش ببالغ، التلفزيون السعودي نفسه اعتذر عن اللقطات اللي ظهرت على التلفزيون واتفرج عليها ملايين السعوديين. لكن الكارثة هنا إن المملكة قررت تستورد من الغرب أسوأ ما فيه، وكأن اللي ناقصنا من التقدم هو مسابقات المصارعة والحفلات الإباحية والفنون الهابطة. المفارقة بقى اللي في الموضوع إن السعودية فرضت رسوم باهظة على المعتمرين والحجاج في الوقت اللي بتصرف فيه مليارات على الحفلات والمصارعة عشان تثبت للغرب إنها مش بلد إرهاب. بصوا يا جماعة، لو السعودية فكرت والله العظيم تدعم الطاقات اللي موجودة في العالم الإسلامي وتطور في المناهج والعلوم، كان زماننا دلوقتي عندنا نهضة في كل مناحي الحياة نقدر نواجه بيها العالم كله. أو حتى تدعم بالفلوس، اللي هي عمالة تصرفها على المصارعين والمصارعات، تدعم بيها الفلسطينيين المحاصرين في حربهم ضد الصهاينة. عايز أقول لك على حاجة، NBC تابعة لمين؟ للسعودية، ملك السعودية. NBC مصر بتعمل برنامج اسمه ذا فويس، عملت ذا فويس أطفال وذا فويس كبار، وهتعمل ذا فويس ستات وذا فويس، عمالة تصرف ملايين. طب هو مفيش مثلا ذا فويس لحفظة القرآن؟ مفيش ذا فويس للمنشدين مثلا اللي بينشدوا ويبقى إنتاج ضخم كده وفلوس كتير وجوائز؟ لا، أي حاجة تنفع لا، إنما غنى وأي كلام وأي تفاهة إحنا معاك. ليه؟ عشان يوصل للغرب إن إحنا منفتحين. ومحمد بن سلمان يبقى واد فانكي وشاب فانكي ويلبس التيشيرت والبنطلون ويضرب البندانة وهو ده التمام. بص يا معلم، الواضح ان اولويات حكامنا غير اولويات الشعوب، ده مؤكد جدا، وان الاجندة والخطة الغربية لازم تتنفذ بالحرف، هو ده اخر الكلام. تعالوا بقى نشوف اول بوست معانا من نحو الهدف، نشوف البوست مع بعض ونشوف تعليقات حضراتكم عليه. نحو الحرية، مش نحو الهدف، ايه نحو الهدف اللي انا قلتها دي؟ نحو الحرية بيقول تركي آل الشيخ يحقق نصرا ساحقا على ايران في معركة ذات المهازل، اعظم رويال رامبل. اهو بص يا معلم، الكلام ده يا معلم بقى في السعودية دلوقتي خلاص. ده كان الخبر من نحو الحرية. تعالوا نروح مشاهدينا الكرام للأستاذ هيثم أبو خليل ونشوف قال ايه. يلا بينا. بيقول حد يصحي هيئة كبار علماء السلطان ويقول لهم ان القناة السعودية الرياضية الرسمية عرضت فيديوهات وصور إباحية على هامش بطولة المصارعة التي تستضيفها حزبة آل سعود، وبالمرة بعد رفع علم إيران حد يقول للغلمان المخابرات ابحثوا عن فزاعة جديدة بدل الشيعة. خلاص اتفقست للأسف يا ريس. هيئة كبار العلماء مشغولة دلوقتي بالكوتشينة، وعندهم مهمة خطيرة في الفترة دي وهي القضاء على الفكر المتطرف من وجهة نظر الغرب. يعني من الآخر دين إسلامي على طريقة ترامب. تعالوا نروح بقى لمحمد القحطاني ونشوفه بيقول إيه. بيقول عام 2018 بداية سقوطنا للهوية فعليا، سيخلد بأنه وصمة عار بحق ديننا بحق قيمنا وثوابتنا. لبس الانحلال رداء الانفتاح وغلفت المفاسد بغلاف التحضر، وأصبح الناصح رجعي ومن ينادي للمفاسد متقدم. اللهم إني أبرأ إليك من أفعالهم وانحلال أفكارهم. وطبعا ده بوست رائع لمحمد القحطاني. من الأيام الأولى لوصول بن سلمان، محمد بن سلمان ده، لولاية العهد، والأمور في السعودية يا جماعة مقلوبة زي ما هي مقلوبة كده في مصر بالظبط من أول وصول عبد الفتاح السيسي. الأمور في السعودية مقلوبة رأسا على عقب، وواضح انه كان بيتجهز من زمان للمرحله دي، وانه هو دلوقتي بيقوم بتنفيذ السكريبت اللي كان مكتوب له، وواضح جدا انه هو بينافس محمد بن زايد على الانحراف بقيم المجتمع. الاثنين ماشيين في خط
ماشيين في تراك، ده بيجري في مضمار وده بيجري في مضمار، ويا ريتهم بيجروا عشان شعوبهم، لا ده بيجروا عشان يفسدوا الأمة العربية والمنطقة العربية ويضيعوا شعوبهم ويصرفوا فلوسهم على كل ما هو حرام. يلا روح لهشام. هشام بيقول السعودية فرضت ضرائب على متكرري العمرة من أجل تمويل هيئة الترفيه، لكن له يا أمة محمد لكن لا. في نفس الوقت يا جماعة اللي بياخد فيه الأندرتيكر وجون سينا مليارات عشان بيجوا يلعبوا في السعودية، جايين يلعبوا في السعودية، السعودية بتزود الضرائب والرسوم على الحج والعمرة، يعني أنت هتاخد من فلوس الناس اللي جاية تحج بيت الله عز وجل وجاية تعتمر عشان تدي للناس دي، عشان تدي الناس بتقلع عدومها؟ طبعا ده كله عشان يبقى الانحراف اسهل ويبقى الدنيا جميله زي ما قلت لكم، ويبقى محمد بن سلمان ماشي على الصراط المستقيم اللي هو بتاع امريكا. يلا روح لجلال شهده اللي بيقول في البوست بتاعه شتان بين المصارعتين، المصارعه الحقيقيه للشباب السائر هناك عند حدود فلسطين المحتله، اعظم رويال رامبل جمعه الشباب الثائر، والصورتين بصراحه قمه في الروعه، قمه في الابداع من جلال شهده بصراحه. تعالوا بقى نروح لولد سينا اللي قال في البوست بتاعه، يلا بينا نقرا البوست. اعظم رويال بيقول درس ثانوي في احدى مدارس، يعني ايه درس دي؟ مدرسه ثانوي مثلا في احدى مدارس الرياض، جانا داعيه قال وين رجولتكم وانتم تتفرجون على المصارعه الحره قدام اهلكم، تخيل لو تشوف بنات لابسين نفس اللبس وش بيكون رد فعلك؟ تذكرت المحاضره وانا اتابع اعظم رويال رامبل. ده كان زمان ايام ما كانت المملكه السعوديه اصلا بتشجع الدعاء وفتح المجال للدعوه والدين والكلام ده كله، انما دلوقتي مفيش اصلا حد زي الاستاذه دي يجرؤ يتكلم، والا مصيره هيكون زي الشيخ سلمان العوده. تخيل الشيخ سلمان العوده ورفاق الشيخ سلمان العوده، تخيل هم فين دلوقتي. يلا روح لمحمد طنطاوي. حسبنا الله ونعم الوكيل في من يريدون افساد بلاد الحرمين، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تعالوا بينا مشاهدينا الكرام نروح لاخر بوست معانا على موضوع السعوديه ونقرا البوست ده مع بعض. ماجد حامد بيقول القناه الرياضيه السعوديه تطلع نساء عاريات مائلات مميلات وامام الاطفال، هل هذا هو التطور؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا بقى